نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. قاعدة الأشخاص المسنين ترتفع بوتيرة متسارعة في المغرب، يشكلون فئة بمكانة اعتبارية كبيرة داخل الأسرة والمجتمع، وفي يومهم العالمي حملة وطنية هي الخامسة للتذكير بهذه المكانة. بعد 10 أيام من بدء فصل الخريف، المقاييس لا تزال مرتفعة مع موجات حر تلامس معها الدرجات سقف 45 درجة ببعض المناطق. تحدثنا عن تفاصيل آخر هذه الموجات رحمة الحناوي ضمن تفاصيل النشرة. يعشقها كثيرون إلى حد الإدمان ويجعلونها جزءا من طقوسهم اليومية. القهوة مشروب ذو منافع يتحول بأضرار عند الإفراط في الاستهلاك. للقهوة يوم عالمي يحتفى به يومه الفاتح أكتوبر. إلى نسخة قادمة، الحسيمة تودع مهرجان نجور للمسرح، والختم كان بتكريم للفنانة سعاد صابر. 6 فرق مسرحية كانت شاركت في عروض المهرجان الذي تخللته أيضا ورشات وندوات. إلى التفاصيل. أهلا بكم. هم الآباء والأجداد، الأشخاص المسنون، لهم مكانة اعتبارية كبيرة داخل الأسرة وفي المجتمع، مكانة يجب الحفاظ عليها مع سن سياسات موازية للاهتمام بهذه الفئة، خصوصا مع توسع قاعدتها لتشكل نسبة الربع من تعداد ساكنة المغرب بحلول 2050. للمسنين يوم عالمي يحتفى به يومه الفاتح من أكتوبر، وهو مناسبة تعطى فيه انطلاقة حملة وطنية للأشخاص المسنين، وحملة هذا العام هي الخامسة من نوعها، أعطيت انطلاقتها من الرباط، نعود إليها في تفاصيل هذه النشرة. في جديد فاجعة زنات، لفظت اليوم مياه شاطئ النحلة جثة أخرى تنضاف إلى 12 جثة عثر عليها منذ يوم السبت الماضي، فيما البحث لا يزال متواصلا للعثور على مفقودين آخرين. وجثامين 5 من الضحايا ثوار اليوم الثرى في قرية ولاد الشرقي وابن عامر بقلعة سرغنة من حيث يتحدر الضحايا. وكان أعلن أمس اعتقال 6 أشخاص يشبه في ارتباطهم بشبكة لتهريب البشر، بعد أن لفظ البحر جثة لأشخاص استقلوا مركب مطاط قبالة ساحل المحمدية بغرض الهجرة السرية. من آثار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فيضانات متتالية تشهدها عدد من المناطق تتسبب في عرقلة حركة السير وفي سقوط عدد من الضحايا. لتجاوز هذه الآثار تم التفكير في جيل جديد من القناطر، والنموذج من جهة درعا تفيلالت في روبورتاج عبد الصمد طعام. قنطرة جداد المنجزة مؤخرا وفق تركيبة تقنية لمواجهة الفيضانات أثبتت نجاعتها ضمن جيل جديد من القناطر يقاوم آثار التغيرات المناخية، وهي من أجود منشآت المنطقة. خلال هذه 7 سنوات الأخيرة 2012-2018 تم بناء تقريبا 43 منشأة فنية بواحد الكلفة مالية، منشأة فنية بواحد الكلفة مالية ديال 422 مليون ديال الدرهم، وحاليا يتم حذف واحد 3 نقاط الانقطاع، وبالتالي بناء 3 المنشآت فنية على صعيد الجهة 52 مليون ديال الدرهم. جهة درعا تفيلالت لا تزال في حاجة إلى المزيد من هذه المنشأة الفنية العالية الجودة لضمان سلاسة حركة السير وفق برنامج رتبت المديرية الجهوية أولوياته. بعض المحاور يعرف انقطاعات تعرقل الحركة. في الميدان السياحي هذا اللي كنخدموا فيه، بالنسبة لنا احنا عندنا الوقت كيكون محسوب، وكنكونوا بعض المرات غاديين هكا وكنلقاو القناطر محبوسين يعني بالفيضان تاع الماء تبارك الله اللي كيكون، وكيكون عندنا السياح يعني كيكونوا مزروبين بالنسبة للكوسولاي، بالنسبة لبعض السياح كيكون عندهم الطيران يعني الوقت نتاع الطيران تاعهم باش يمشيوا داك الشيء، وكنحصلوا في هذه الطرق. نعملوا على حذف نقط الانقطاع بار اكس، يعني كنحيدوا واحد كناخذوا واحد الاكس وكنديروا فيه المجهود باش يتحيدوا نقط الانقطاع بين كما كنقولوا دي سيكسيون اوموجين بار اكس اوموجين.
وقالت المديرية الوصية على القطاع أن 38 منشأة مهمة في طور الدراسات بكلفة ستقارب 300 مليون درهم وفق أسبقية المحاور ذات الكثافة. ومن آثار موجة أثارت التغيرات المناخية أيضا موجة حر تشهدها المملكة، أفادت بها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة، ونتحدث عن تفاصيلها والمناطق المعنية بها مع رحمة الحناوي. رحمة، أهلا بك. أهلا بك زهرة. الحرارة في بلادنا مرتفعة رحمة، رغم أننا في فصل الخريف، ماذا عن التوقعات في هذه النشرة الخاصة لمديرية الأرصاد الجوية؟ بالفعل زهرة، الطقس حار والمقاييس تتجاوز في عدة مناطق 40 درجة، ومديرية الأرصاد الوطنية أصدرت نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية توضح أن المقاييس العليا ستتراوح اليوم بين 41 و 45 درجة بأقاليم أوسرد، السزاق، بوجدور، شتوكا، أيت باها، سمارة، إنزقان، أيت ملول، قولميم، وادي الذهب، تارودان، تيزنيت، وطاطا، ثم بداخل طنطان، طرفا، يا سيدي إفني، والعيون. المديرية توقع أيضا استمرار الطقس الحار غدا الأربعاء بأقاليم جنوب المقاييس العليا ستتراوح بين 40 و 44 درجة، بأوسرد، السزاق، كذلك وادي الذهب، سمارة، وبوجدور. إذن الأجواء حارة رغم أننا في بداية فصل الخريف. رحمة، ما مرد ذلك؟ هذا ناتج زهرة عن نشاط المنخفض الصحراوي الذي كلما اقترب من أجوائنا ارتفعت درجات الحرارة، فهو يوجه كتلا هوائية حارة وجافة مصدرها الصحراء الكبرى، والنتيجة ارتفاع درجات الحرارة بما بين 5 و 8 درجات مقارنة مع المعدل الموسمي لشهر شتنبر. الدرجة القياسية سجلت أمس بأقادير المسيرة وبلغت 45 درجة. الملاحظ زهرة أن موجات الحرارة لهذا العام جاءت نسبيا متأخرة، بالمقابل كان الصيف حارا بأوروبا مثلا، وهذا كله ناتج عن حركة الكتل الهوائية وتدافعها. حاليا مثلا المؤثرات البحرية تصل إلى المناطق الساحلية وتساعد على انخفاض درجات الحرارة بها. اليوم تراجعت المقاييس بالسواحل بحوالي 4 درجات، وغدا ستعود إلى معدلاتها الموسمية، بينما ستبقى مرتفعة نسبيا بالجنوب. رحمة الحناوي عن قسم الأحوال الجوية، شكرا جزيلا لك. شكرا. نواصل ونشر بالنبأ الدولي. أعلن الجيش الأمريكي أمس أنه قتل 7 أشخاص يقول إنهم أعضاء في ما يسمى تنظيم الدولة في ليبيا، وذلك في ضربة جوية هي الرابعة خلال أقل من أسبوعين. الضربة الجديدة التي نفذت بجنوب البلاد بتنسيق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفعت إلى 43 حصيلة الأشخاص الذين قتلتهم القوات الأمريكية في ليبيا لارتباطهم بما يسمى تنظيم الدولة. في تونس تقترب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تحديد موعد رسمي للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأعلنت أمس أن ذلك سيتم في غضون 48 ساعة لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية. ومن المرجح أن يكون 13 أكتوبر الجاري موعدا لهذه الجولة التي سيخوضها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ونبيل القروي الموقوف قيد التحقيق بتهمة تبييض الأموال، والذي ينظر القضاء في طلب الإفراج عنه غدا الأربعاء. في النشرة أيضا، تحتضن مدينة مراكش اليوم قمة دولية للأمن المائي تحضيرا للمنتدى العالمي 9 للماء الذي سيعقد في العاصمة السنغالية داكار عام 2021. تناقش القمة مختلف أبعاد إشكالية الماء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة التحديات المتصلة بانعدام الأمن المائي. وفي مدينة مراكش رواق خاص للتعريف بالمسار الذي تقطعه المياه الصالحة للشرب، يتوفر عليه مركز خاص بالتربية البيئية افتتح منذ العام 2010. ثانويات المدينة تنظم زيارات إلى هذا المركز للرفع من وعي التلاميذ بأهمية المياه وبضرورة الحفاظ على هذه الثروة. روبورتاج لحسن هبان وعادي البسكري. تعلم الناشئة السلوك الصحيح في استعمال المياه الصالحة للشرب وترشيد استخدامها يبدأ من معرفة مسارها المعقد نوعا ما. هذا ما يتيحه مركز التربية البيئية هنا في مدينة مراكش لهؤلاء التلاميذ.
تنواجه واحد المشكلة عويصة اللي هي الخصص تاع الماء اللي احنا داخلين عليه في هذه السنوات المقبلة. وكما كنعرفوا الماء هو اساس الوجود، يعني بدون الماء ما كاينش الحياه، يعني كل كائن حي تستهلك الماء. داكشي علاش حنا متواجدين في هذا المركز هذا للتوعيه باهميه الماء، يعني خاصنا نحافظوا عليه ونوعيوا الناس الاخرين حتى هما يحافظوا على المياه. كونتنا جمعيه اساتذه علوم الحياه والارض، حنا مجموعه ديال الشباب باش نكونوا ديزيكو انيماتور، يعني منشطين ديال بيئيين، باش كنساعدوا الزملاء ديالنا في مدارس ابتدائيه كوليج ليسي ولا حتى الطلبه الجامعيين اللي كيجيو عندنا هنايا للسونتر، واللي كنديروا لهم واحد الدورات تكوينيه وكنعاونوهم كنحسوهم بخطوره الندره ديال الماء خصوصا في جهه مراكش اسفي. أنشئ هذا المركز البيئي الفريد من نوعه بشراكه مع منظمه سويسريه، الهدف منه تكريس ثقافه الحفاظ على البيئه وسط فئات المجتمع. نستقبل تقريبا هنا ما يناهز 3 إلى 7 آلاف تلميذ من مختلف الاعمار، من الابتدائي حتى الجامعي، نستقبل كذلك المنتخبين، الناس المسؤولين على مدينه مراكش اللي تحسسين بهذه المخاطر، لانه في غالب الاحيان تتلقى انسان بعيد شويه على المجال وبالتالي ما تيقدرش الخطوره ديال هذه المشاكل. وملي تنتكلموا على المشاكل البيئيه، الماء هذا الا قلت لي جزء من المشاكل اللي كاينه مراكش، كاين تلوث الهواء، كاين واحد المجموعه من المشاكل. يقوم عدد من المنشطين البيئيين وسط هذا المركز بمدينة مراكش بتقديم الشروحات حول مدارات ومسارات المياه العذبة لتوصيل الفكرة حول كيفية التعامل مع هذه المياه وترشيد استعمالها بشكل صحيح. نعود واللحظة إلى الحملة الوطنية للأشخاص المسنين التي أعطيت انطلاقتها اليوم من الرباط بمناسبة اليوم العالمي لهذه الفئة. روبورتاج نادية أحتة. لا تتجاوز نسبة المسنين الذين يخططون لفترة تقاعدهم 39% من الأشخاص، النسبة أعلى في وسط النساء مقارنة بالرجال، وينخفض الدخل الشهري بالنسبة للكثيرين في فترة التقاعد، لذلك يلجأ البعض منهم لمواصلة نشاطات أخرى. أنا عايش خياط، كان خياطه في محالي ومرتاح مع راسي. اللي كنت صغيرة كان الإنسان خدام، راه عنده مهنة وعنده شرف ديالو، وكان بحال بالنسبة لدابا راه ماشي شي شرف يعني واللي يحميك ولا لا، لا. يمكن لك غدا يقول لك كاع ما توقفش هنا ما توقفش. ما عندنا لا مانطا لا غدو والو، كنعيشوا في داك الشيء ديال الفلاحة. إلا كانت الشتاء كان شي حاجة يعني الجفاف عيانة كنكونوا في تمارة، كنديروا هذيك الكسيبة وذاك الفلاحة، إلا كانت الشتاء عيانة حنا ناقصين. خصك تهلاو فيهم، يعطيهم اللي بغاو، يعطيهم اللي يحتاجوا بها، يصبنوا ليهم ويبدلوا ليهم، المهم خصو يكون اسره مزيانه. الدفء العائلي هما محتاجين له اكثر، محتاجين للدفء العائلي ومحتاجين للعنايه من الناس المسؤولين، فهمتي، الناس المسؤولين خاص عنايه بهذه الفئه، هذه هي الشريحه عريضه ولازم علينا نلتفتوا لها. ولأن المتقاعدين من كبار السن لهم كفاءات وخبرات، الوزارة الوصية وهي تطلق الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص كبار السن تنحو نحو إدماجهم أكثر في المجتمع وتثمين كفاءاتهم. تأكيد على قيمة التوقير والاحترام والاستفادة من المسنين، وأيضا تقليص الفجوة الموجودة اليوم بين الأجيال. هناك أيضا بلورة لاستراتيجية لفائدة الأشخاص المسنين وأيضا تمكينهم من كامل حقوقهم. إحداث المرصد الوطني للمسنين الذي تم قبل 3 سنوات، وهو يقوم بدور مهم في الرصد وتتبع قضايا المسنين، وسوف يعلن على أول تقرير بخصوص المسنين يوم 15 إن شاء الله من هذا الشهر بهذه المناسبة. 10% من الساكنة المغربية من كبار السن، النسبة سترتفع إلى 23% بحلول عام 2050، حيث سيمثلون ربع الساكنة، لذلك وجب إيلاء الاهتمام بهم أكثر في المجتمع دون إغفال دور الأسرة.
ومكانة المسنين داخل مجتمعنا موضوع الفقرة الأسبوعية نبض المجتمع مع سعاد الزعدراوي. سعاد أهلا بك. أهلا زهرة. تعداد المسنين في تزايد مع التحول الديموغرافي الذي يشهده المغرب. بداية زهرة لا نختلف بكون شعار الحملة الناس الكبار هم كنز في كل دار، لكن السؤال هو كيف يعيش هذا الكنز بيننا؟ وكيف يعيش وسط الأسرة الكبيرة المجتمع؟ أولا يقصد بالمسن كل شخص يبلغ من العمر 60 سنة فما فوق، وعدد المسنين بالمغرب حوالي 4 ملايين مسن، أي ما يعادل 10% من ساكنة المغرب، والإحصائيات تعود لسنة 2014. هي نسبة مهمة وتعود بالأساس إلى التحول الديموغرافي خلال العقدين الأخيرين بالمغرب، تحول أدى إلى ارتفاع معدل أمد الحياة وتراجع معدل الخصوبة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الشيخوخة، والتوقعات تشير إلى ارتفاع عدد المسنين إلى حوالي 10 ملايين نسمة بحلول 2050. لكن تصارع وتيرة المسنين بالمجتمع لا تتماشى وتيرة ونجاعة الاستراتيجيات الخاصة بهذا التحول الديموغرافي الملفت زهرة. مع التغير الديموغرافي كما وصفته بالملفت ومع تغير نمط العيش أيضا، هل تغيرت الإكراهات التي يعيشها المسنون داخل مجتمعنا؟ زهرة، عندما يتقاعد الشخص عن العمل وتتفرق السبل بالأبناء يحس المسن باقتراب خريف العمر. إكراهات هذا الفصل من الحياة ملأة بالإكراهات. أول إكراه هو الجانب الصحي، فغالبية المسنون يصابون بالزهايمر والباركنسون والاكتئاب وأمراض كثيرة تتطلب رعاية صحية خاصة، والأخصائيون في طب الشيخوخة بالمغرب لا يتعدى عددهم 10، تخصص شبه غائب. تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتحدث عن مسن واحد فقط من بين 5 يستفيدون من التغطية الصحية، وقليل منهم يلجؤون للعلاجات الطبية. أما البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لوزارة الأسرة فقد أشار إلى أن 34% من الأشخاص في وضعية إعاقة يبلغون سن 60 فما فوق. أما الكلام عن أجور المتقاعدين في بعض المهن فهو حديث ذو شجون زهرة. المكانة الرمزية والاعتبارية الكبيرة التي يحظى بها الأجداد والآباء والمسنون على العموم تطالها ربما رياح التغيير بشكل سلبي. أكيد زهرة، صوت الحكمة والخبرة بالبيت، مصدر المشورة والدفء في العائلة، يجد نفسه أمام وضع انتهاء الصلاحية، وهنا تبدأ معاناة أخرى يعيشها المسن في صمت. اليوم نحن في مجتمع يضم دور رعاية المسنين، يعني أمام مشهد متغير تماما. ولو أن الصورة تختلف شيئا ما في العالم القروي، حيث ما زال المسن يحافظ على رمزيته، فأي ريح هبت على تقاليد وأعراف كانت قبل زمن من الصعب تغييرها. عن هذا التغيير في العائلة، في المجتمع وفي القيم يحدثنا الباحث في علم الاجتماع محسن بن زكور. الآن تغيرت في الجيل الجديد مفاهيم القيم، وأصبحت هناك قيم عصرية بين مزدوجتين. المقصود بهذه القيم العصرية وهو تغير الإنسان في علاقته مع الآخر من مفهوم الجماعة إلى مفهوم الفرد. ما معنى هذا؟ أن أكون فردا، أي أن أبحث عن المتعة وعن الاستمتاع، درجة أننا ولينا كنسمعوا اليوم أن بعض الأبناء وبعض البنات كيشدوا والديهم يحطوهم في دار ما نسميها دار المسنين. علاش؟ لأنه عنده واحد تبرير لما نسميه مفهوم المتعة والاستمتاع، ما كان عايش حياتي، ما كان لقاش راحتي، وغيرها من المصطلحات التي تفيد هذا الميل للفكر الفرداني. الإشكال فينا هو الإشكال ليس فقط على مستوى الفرد، ولكن حتى على مستوى الدولة. بعض الدول اللي فكرت في الموضوع بطريقة اللي يمكن تخلي فيها الحفاظ على المكانة الاجتماعية واستمرار العلاقة وذاك التبادل اللي مهم بين الأجيال، ولات كدير المسنين في ديورهم، وبالتالي ذاك المعضلة ديال ما عنديش المادة وما عنديش الإمكانيات باش نخلي معايا با أو عمي أو خالتي، الدولة كتستمر فيهم وهي أقل تكلفة. علاش؟ لأن ذاك المال اللي غتخليه لدار المسنين كتعطيه للأسر اللي عندها مسن في دارها، وتعطيه مقابل ذاك التغطية الصحية الحاجة ديالو التوازن النفسي اللي ممكنش يلقاه في دار المسنين، كتعطيه واحد نوع من السلطة الاعتبارية والرمزية، كيبقى محافظ على التوازن الاجتماعي دياله. لأن الإنسان اللي كنقوله مسن فهذه المرحلة الأخيرة ما بعد العطاء،
فبالتالي ما يمكنش يكون نكران لهذا المسن، خص اعتراف به، خص هذيك المرحله اللي كتجي ما بعد التقاعد يعيشها في افضل الاوجه الممكنه، يرتاح، يفكر في المستقبل اللي بقى له، لان راه ليست يوم او يومين، هي سنوات ايضا، وبالتالي كيفاش غيتمر هذه السنوات. يعني خلاصة قول الدكتور محسن بن زكور، راحة من صهر على راحتنا أو راحة العائلة عمرا كاملا هي مسؤولية نتقاسمها جميعا، أبناء وأحفاد ومؤسسات. الحملة الوطنية التي انطلقت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسن، الناس الكبار كنز في كل دار، يعني شعار أكيد جميل زهرة، والكنز يحتاج منا إلى رعاية وإلى القيمة التي تليق به وسط العائلة. سعاد سعيدراوي، شكرا جزيلا لك، اللقاء بك يتجدد الأسبوع المقبل في فقرة نبض مجتمع أخرى إن شاء الله. يعشقها عديدون إلى حد الإدمان ويجعلونها جزءا من طقوسهم اليومية. القهوة لها يوم عالمي يحتفى به ويصادف يومه الفاتح أكتوبر. نتعرف بهذه المناسبة على فوائدها وكيفية تناولها لتفادي أضرارها على الصحة. روبورتاج جيهان دوبلالي مولودي سنتين. هي المعشوقة السمراء، تعد بطرق مختلفة لكنها تحسى بنفس الشغف. القهوة أو البن تساهم في تعديل المزاج وتساعد على زيادة الانتباه. نزلنا إلى الشارع واستقينا آراء المواطنين بخصوص شرب القهوة. سمو كتاخذ جوج قهاوي، قهوة الصباح قهوة عشية. المهم حنا مولفين قهيوة، كناخذوا قهيوة وصافي، كنتكوس نضرب بها كترجع بها شوية المورال ديالك. دوالاش كاين اللي تيجي تيبغي يشد قهيوة، تيقرا الجورنال، يتفرج في ماتش كرة، وعندنا الإقبال على قهوة كحلة. قهوة كحلة إكسبريس عندنا عليها إقبال بزاف. مادة الكافيين الموجودة في القهوة تعد مصدرا مهما للتركيز، لكن لكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. فما هي مخاطر شرب كمية مهمة من القهوة وتأثير ذلك على الصحة عموما؟ القهوة تخاد ماشي أكثر من ثلاثة ديال الكيسان في النهار، ومن الأحسن ينصح أنه ما تكونش مخلطة مع مواد أخرى، يعني من الأحسن ما تكونش مخلطة مع الحليب وما تكونش مع السكر. هذا ديال استهلاك القهوة، من الأحسن تكون المعدة عامرة، ما تكونش تخاد على الرقية الأولانية. وإن اختلف راشفوها في ذوقها، فمنهم من يحبها غامقة مرة أو سادة أي بدون سكر، ومنهم من يحبها محلات. فالقهوة تبقى مشروبا صديقا لكل الأوقات، فقط يجب مراعاة الكمية المسموح بها. وفي آخر النشرة، إلى نسخة قادمة، ودعت مدينة الحسيمة مهرجان النجور للمسرح، وكان الختام بتكريم للفنانة سعاد صابر والمصور الفوتوغرافي محمد الحقوني. شهد المهرجان مشاركة 6 فرق مسرحية، وتخللته إلى جانب العروض ندوات وورشات في الفنون المرتبطة بالمسرح. روبرتاج محمد حجوب، تحرير فؤاد العزوزي. على إيقاع تكريم الفنانة سعاد صابر والمصور الفوتوغرافي محمد الحقوني، أسدل ستار الختم على النسخة 9 لمهرجان النكور للمسرح بمدينة الحسيمة. تكريم بطعم الاعتراف لمسار فنانة جسدت إلى حد بعيد دور الأم، خاصة على المسرح والشاشة الصغيرة. تدخل وانت حس نوعا ما بالإحباط، لأنك شحال ما ديما اشتغلتي شحال ما، ولكن لما تكرم كتعاود تستأنف الحياة وتعاود أنك تتنفس الحب وتتنفس الاحترام من الجمهور. ما عندي ما نقول إلا شكرا لمدينة الحسيمة. مرارا وتكرارا كنلتمس كنحس باللي كاينه شي حاجة كتجبدني لهذا الفن، هذا سورتو الفن ديال المسرح اللي خلاني باش نوصل نصور ممثلين كبار في المغرب ومسرحيين كبار. 3 فرق المسرحية كانت في سباق التنافس على جائزة الثقافة الأمازيغية صنف المسرح. لم يتم منح سوى جائزة الكتابة المسرحية التي عادت إلى عبد الله أنس عن العرض المسرحي عريس الموت، فيما تم تأجيل الإعلان عن باقي الجوائز. الإعلان الرسمي عن نتائج الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف المسرح سيتم الإعلان عنها من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلال الذكرى السنوية لخطاب أجدير يوم 17 أكتوبر بمدينة الرباط. الدورة 9 لمهرجان النكور للمسرح بالحسيمة تخللتها ندوات وورشات وتوقيع عدد من الإصدارات والنصوص المسرحية بمشاركة فعلية من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها: طقس حار ومقاييس تتجاوز في عدة مناطق ل 40 درجة. مديرية الأرصاد الوطنية أصدرت نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية توضح أن المقاييس العليا ستتراوح بين 41 و 45 درجة اليوم بأقاليم أوسرد، أسازك، بوجدورس، شوكا، إتباها، سمارة، إنزغان، إتملول، قلميم، وادي الذهب، تارودان، تيزنيت، وطاطا، ثم بداخل طنطان، طرفايا، سيدي إفني والعيون. المديرية تتوقع أيضا استمرار الطقس الحار غدا الأربعاء بأقاليم الجنوب، والمقاييس العليا ستتراوح بين 40 و 44 درجة بأوسرد، السزاق، وادي الذهب، أسمارة، وبشتور. لإعادة مشاهدة هذه النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ma وتطبيق مايدوزيم. على الشاشة الأنباء متواصلة باللغة الأمازيغية بعد هذه النشرة، وفي 8:15 أنفسواغ مع إحسن بن بل، والمسائية يقدمها هشام الغرفاوي في 9:15. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.